وفق لها الكل ووقف احتراما لها الكل، وفي نظرة اعطت بان برشلونة اكثر فعلا من مجرد نادي. بنتو وبواتا كرة فيها فرصة للتعادل، نعم ياتي التعادل الانترناسيونال في فرصة لان تكون المباراة اكثر انفتاحا واكثر متعة. يسجل الفريق البرازيلي ليثبت عقدة البرازيليين لبرشلونة، والكرة الماضية كانت عن طريق المدافع البرازيليني بعد محاولة من دافياو. هدف التعادل ياتي لانترناسيونال، لا وجود للتسلل في الكرة الماضية، في لمحة أولى بعد ذلك الكرة تأتي وتسديد. يا سلام يا سلام مني، دقة في اللقطة الماضية، يضع الكرة في شباك بنتو ويعطي المباراة نتيجة التعادل ويعيد الأمور إلى نقطة البداية، يعيد الأمور إلى نقطة البداية. الآن يتعادل نادي انترناسيونال في الدقيقة العاشرة من شوط المباراة الثاني، ويفتح الأفق الآن أمام كل التوقعات.